بيوتي باي ليلى عبيد. ما احلى الحديث عن الجمال والتجميل الداخلي والخارجي ليلى، ودائما بتعطينا هيك يعني حلول سهله بالبيت نقدر نظبط حالنا ونحس حالنا دائما افضل. بونجور ليلى. بونجور رانيا. اليوم بدنا نحكي عن التجاعيد، فرق بين ريد اكسبريسيون وبين تجاعيد العمر. بدنا نشوف كيف هيك بنقدر نلاقي حلول قبل ما نلجا ولا للجراحه ولا للفيلر والبوتوكس. صراحه التجاعيد هي تنكون واضحين ونحفظ شويه تجاعيد ونلاقي لها الحل، بدنا نقول العنوان الاكبر هو الجفاف. وهلا اجت الصيفيه، بحر، شمس، عدم ترطيب مثل ما لازم، ما نشرب مي مثل ما لازم، كل هالأمور بتخلينا عرضة لأنه نشوف تجاعيد مبكرة حتى مش بالمرحلة العمرية اللي لازم تظهر فيها. سو بالبداية الجفاف هو عرضة للتجاعيد. أو بهالسياق الحديث بيصير في عنا توتر، بنوقف على المراية وبقول وجهي تعبين، كله بين تجاعيد، شو بدي أعمل؟ بلجأ لحلول دايما بتوقعني بمشكلة جديدة، أني أنا ابتديت أعمل إشياء أبكر من ما لازم ابتدي فيها، إن كان بتعبئة التجاعيد اللي هي التجاعيد التعبيرية أو اللجوء للبوتوكس، بحين أنا بكون بعد عمري ما بيساعد. والأصح لما بتصير في تجاعيد تعبيرية أفقية بجبين، ضروري هون البوتوكس إذا أنا مزعوجة وعم يخلق عندي انزعاج، يعني أنه لازم أوجد الحل. الحلول كتيرة يا رانيا، ولكن إلى مراحل، في مراحل مختلفة للتجاعيد. والمرحلة الأولى يلي هي بتبلش بكيف بنظف وجهي، كيف برطبه، الترطيب بيدخل هلأ الى بالصيف يعني. صحيح، ان كان من الخارج او من الداخل، من شرب الماء، اكل الخضار، الفواكه، كل هالامور لحتى نوصل لمرحله يلي هي الترطيب من الخارج. اما وصول للترطيب بالليل، هون في بعض الاخطاء كثير شائعه. شو بيصير؟ بنجي بننظف وجهنا، ما منتركه يتنفس، فورا منحط كريم الليل. هيدي احد الاخطاء يلي لازم ننتبه لها، انه البشره الجافه بتحب تتنفس، بتحب تشيل هالخلية الميته. مش غلط من وقت للتاني نعمل سكرابينج للوجه، اي قماش لحتى نشيل الخلية الميته، لحتى نخفف من الجفاف. وبالتالي لما بنكون عم نخفف من الطبقه السميكه بصير فينا نساعد البشره. بمرحلة تانية بيدخل السيروم. السيروم أهميته هو الإنجريدينتس اللي موجودة فيه. هالسيروم وجد لحتى يساعد البشرة اللي تقدمت شوي بالعمر أو بمشاكلها مش بس بالعمر، إنه نستخدمها قبل استخدام كريم الليل. وهون بيكون اختيار السيروم حسب البنفيتس يلي أنا بريدها لبشرتي، وهون بحددها، بقرأ عنها وبصير باخدها حسب يلي الاشياء عم بقرأ عن البنفيتس. بذات الوقت في تو كاتيجوريز من الاهتمام، إذا كنت عم بهتم بكوزمتكس أو بفارماسيتيكال كوزمتكس يلي اسمها كوزموسيتيكالز، يعني كوزمتكس بس اشياء طبيه اكثر طبيه. وهون البنفيتس عند مين اصح؟ هذا السؤال بنتركه عند التجربه، لانه في بعض الاشخاص بيجربوا اشياء من الصيدليه بيرتاحوا ببراندز كبيره او براندز بسيطه او مرطب او زيت. هل الاشخاص طبعا للبادجت بتلعب دور، ولكن دائما الاكتيف انجريدينتس لهم الدور الاكبر ليوقفوا ويأخروا عمليه التجاعيد. واكيد نوع البشره مثل ما دائما بتقولي ليلى. خلينا نذكر مشاهدينا بانه عم تلاقى اتصالاتكم مباشره على 0464، وكل الاسئله يلي لها علاقه بالبيوتي، بالامور يلي ممكن نحن نكون عم نساعد حالنا فيها، نستبق كمان الامور. اليوم عم نحكي عن تجاعيد، قد ايه ليلى فينا نحن نستبق هالموضوع اذا حسينا يمكن اوقات عن عمر صغير مثل ما تفضلتي وذكرتي هالتجاعيد التعبيريه، كيف فينا نوقفها؟ كيف فينا نأخر تطورها؟ هي التجاعيد التعبيرية مرفقة مع الجرافيتي كمان. بتعرفي الجرافيتي بتشدنا نزول، يعني بصير في هدول، ما بيكون في بس تجاعيد عم يزعجنا، ببلش يصير في هدول بهالمنطقة، إن كان عند الدقن، خدودنا بينزلوا، بصير في عنا ساد فيس. هيدا الساد فيس هو اللي بدنا نشتغل نحن تنشده طلوع، تنعطيه مور سمايلي، إن كان بإنه نستبق
العلاجات يلي هي إن كان نعمل سكرابينج قبل كل ماسك، نحضر نفسنا للماسك. ولا مرة أقول شو بدي أحط ماسك على وجهي، شو بدي أحضر ما قبل الماسك هو الأهم. يعني كيف بدي أعمل ديسكوميشن، كيف بدي أعمل سكرابينج، وانتبه أنه البشرة الجافة ما بيسوى نعمل كتير بيلينج غير أكتر من مرة بالأسبوع. البشرة الدهنية منروح لأكتر لحتى ما نرققها ما نتعبها، ولكن بزيت الوقت ندخل أكسجين أكتر يلي هي بتحبه. السكرابينج لحاله بكفي أو لازم يتبع بماسك؟ كتير حلو يلي قلتي سكرابينج، يعني نظفت بدي حط من بعده ماسك. هيدا لازم يكون القرار نهائي مع تحضير البشرة للماسك. هون بصير في شوي ضياع، بدنا نحكي عن هالموضوع، بس خليني أخذ اتصال ليلى. ألو بونجور، أهلين تفضلي. هلأ عم تحكوا عن البشرة الدهنية جيف، بدي أسألك بس مدام ليلى، هلأ بما أنه شوب والوجه كتير بيعرق، نعم، وأنا بشرتي دهنية، في شي ماسك أقدر أعمله ريح وجهي خاصة بالليل؟ يعني لأنه كتير بيعرق وبشرة دهنية يعني. وبصير يلمع الوجه أكيد. شكرا لاتصالك. صراحة نحن اليوم مخصصين الحديث مخصصينه للبشرة الجافة، أما مش غلط أنه نعطيك الحلول، لأنه بفصل الصيف كمان البشرة الدهنية كتير بزيد الدهون فيها لما نكون عرضة للشمس، لما بناكل إشياء حامية كتير ما بننتبه، ناخد اللبن، الخس، الخيار، الخضرة المبردة، شرب الماء. ولكن انه لحتى نخفف من الدهون موجودة على البيج عندي على ليلى عبيد اوفيشال ماسك الخميرة واللبن، يلي بتحطي ملعقتين لبن، ملعقة خميرة، ملعقة نشا، وبتضيف لقلهم ملعقة عسل، وبتمديون على وجهك لمدة 20 دقيقة، ودايما اعملي سكرابينج بأي سكراب موجود، أو فيكي تبرشي شوية برش صابون، برش ليمون، برش برتقال، وتفركي وجهك فيهم قبل الماسك. روعة. كنا عم نحكي كمان ليلى انه البشرة الجافة هي عرضة اكثر للتجاعيد. عن اي عمر يعني ببلش؟ كل الاعمار عرضة للتجاعيد، لانه ببلش منقول يي انا عندي اريديتير، منا اريديتير، منا شيء وراثي، انا وصلت بشرتي انها تصير عندها هالخطوط. اول شيء طريقة نومي، البيلو، بنتبه اني ما حط البيلو بهالطريقة لما بلقي وجهي، ما بتعج جسمي أنا عم بتشمس على البحر حتى لو لدقائق، لأنه هاي الطاجة بتسبب تجعيد سببه الألوان المختلفة يلي بتصير والحماوة اللي بتجي على الجلد. لما بنظف جلدتي اترك تتنفس، ما حط فورا الكريم دونوي، أعطي مجال للتونر وللملك، لأنه البشرة بتشتغل بالليل، عملية الكرونوبيولوجي بتصير بالليل، سو هون أعطي تنفس للبشرة، نشط الحركة الدموية يلي هي من خلال المساج، من خلال الاكسرسايزز، ساعتها ما بكون عم فكر بمرحلة عمرية. أما إذا ما عم بعمل شيء من كل هيدا وبقشط بوزني فجأة، ما بعمل اكسرسايزز، هيدا كل الأعمار عرضة أنه يصير في تجعيد، أو بعمل كتير رياضة وفجأة بوقف، كمان هيدا غلط، كمان بتأثر على الوجه جدا، وكل هالإشياء بتأثر على الحجم العضل، إن كان بالحمية الغذائية، إن كان بالأوفر، بكل شي بعمله، بعمل كتير كتير اكسرسايزز شوي بوقف، كل هالاشياء وفرض علي ان يكون في انتباه واعتدال بكل شي بالانس. سو المفروض انه انتبه لوزني يضل في عندي بالانس، على كلمة بالانس، لحتى ما اعلى وقوطة، وهيدا بيعمل رولاشمون وبيعمل تجاعيد. بزيت الوقت ما يكون في عندي فراونينج كل وقت، لما بكون بالنور حط عوينات شمس، هو وجد مش تيكون يحليني، تيحميني من هالفري راديكالز يلي بكونوا عم يزعجوا. بزيت وقت استعمل سان فلتر بروتكشن بكثرة مرحلة الصيف، اشرب كتير ماي، لحتى ما كون عم بحكي عن اي مرحلة، تقول لكل المراحل، معناتها الشمس بتزيد التجاعيد، الشمس بتزيد، الجفاف بزيد، نقص الوزن بزيد، عدم الاكسرسايزز بزيد، وعدم الترطيب وقلة النوم والتوتر، التوتر بزيد كل شيء، لأنه بصير نايمة مش بفرح، مش بانتباه، أنه يكون عندي سعادة، رخي أعصاب الجسم والعضلات تكون مرتاحة. كل هالإشياء لتقول أنه لما منبلش من سن
تقريبا ال 27 بيكون بلش ينقص الدهون، المي، الكولاجين، كل هالاشياء، الحجم العضل ببلش يخف. نحن عرضه خلينا قد ما فينا نعمل مينتننس لحتى نكون عم ناخر هالشيء اللي بده يزعجنا، ولكن حتى بالميك اب ولو صار تجاعيد في يصلح بالميك اب، انه اشتغل على تشارتر اني علي الوجه ويكون مساجي دائما طلوع، روح عكس الجرافيتي واجرب انه لما برسم منطقة حول العينين لحتى حسن هالسادنس يلي بيجي هون، أعمل هالفي شيب طلوع لحتى يكون عم يعطيني مشغول الخد اشقله بطريقة البلاش بهالاتجاه، وهون عند اللبس سكر شوي بأفتح ورجع أعطي اللبس يكون شوي باوتي لحتى يعطيني انه مشغول، وزيت الشيء بالكونتورينج الرقبة. سو فينا نخفف بالميك اب بس مش بكتر الباودر، مش بكتر الفاونديشن والسميكة اللي بتنحط. صحيح. كنا عم نحكي عن البيلينج وعن الماسكات يلي او عن السكرابينج والماسكات يلي بتجي من بعده. اذا اليوم عم نحكي عن البشرة الجافة، اي انواع هي الافضل ان كان بين القماش او بين الماسك؟ الافضل اثنين سوا. يعني لازم بس يكون، شو لازم تكون النوعية؟ إيه ليكون أول شيء أنا بفضل إنه البيلينج أنزيماتيك أكتر، ما بحب كتير هالجرانيولز يلي كتير كتير بتتحرك على البشرة، بفضل إنه يكون نحنا منتبهين لهذا الموضوع حتى ما نكون عرضة للحساسية. ولكن بزيت الوقت أنا بقول إنه اختيار البرودكت لازم يكون مع أخصائية تجميل، لازم يكون مع شخص بيعرف شو عم يوصف لنا، ونح احنا نعرف نقرا البنفيتس لحتى نستفيد اكثر، ان كان حتى بيقدروا يكونوا جرانيولز، بيقدروا يكونوا من يلي بينشفوا بيعملوا باودر. وانا مش من زمان مرقت وصفه يلي هي الحامضه يلي بنحط عليها شويه بايكربونات الصودا، بنفرك الوجه بهالبساطة ونرجع بنحط شويه زيوت للبشره الجافه او فورا بنصوبن للبشره الدهنيه، وكتير بسيطه. معناتها الترانش الحامض مع البيكربونات هي بتمشي للكل؟ بتمشي للكل، بتنظف حتى البشره الحساسه نوعا ما، بس مش يلي عندها كتير كوبروز اي شريين ظاهره على سطح الجلد. سو خلينا نقول انه حتى لو كانت حساسه نشطف دغري ونجرب انه اذا عنا هالقد حساسة ما نتعرض ولا شيء طبيعي، نكون مع الطبيب. معناتها الماسكات اليوم الطبيعية هي شغلة مهمة وبتقدر تنعمل بالبيت. سكرابينج وماسك مرة بالأسبوع أو مرتين؟ كتير حلو رانيا. للبشرة الجافة أنا بفضل مرة بالأسبوع، في بعض الأشخاص بيحبوا أن يكون مرتين بالأسبوع، أنا بحب العناية تكون ويك أند، نعطي هيك لبشرتنا فسحة من بعد أسبوع طويل، نعمل بيلينج أو سكرابينج، نرفقه دغري بالماسك، ومن بعد ما نغسل الماسك نحط المرطب النهار أو كريم الليل أو السيروم، وبزيت الوقت ما نخاف من التجاعيد. في إلى حلول، المراحل المتقدمة لح نوصل لمرحلة قبل لبوتوكس وفيلر لما بلش انزعج، وصولا للليفتينج إذا أنا في انزعاج كتير، أو أخذ باتجاه المساج دايما يلي بيساعد بشرتي تضل تشد طلوع لأحمي حالي من هالهبوط. ثانك يو لك ليلى، اكيد دائما نصايح جديده وخصوصي لموسم الصيف وننتبه من الشمس. شكرا لك، رح ناخذ بريك منتابع مع هابني.